Mohammed en zeg maar kom Redeya. En toen maar inshallah tatat alik om het kiamat. En toen maar hier en dit maar kom let etap etap. En die vol gaat in voor voor Sharmola. En toen maar kunt zoeken. Kan gesloten voor hakka. كنديرو معاه دريسه ديال الثومه بحال هكا ومعدن القزبر وكنشرب شويه المليحه والطنجره واحد النصيحه الطنجره كنديرو فيها الماء وكنديرو فيها نص حمضه باش ما كتكحليناش كنديرو فيها نص حمضه ها انتما نص حمضه كنديرو فهاد الماء وهاد الفول هكا مفورين ملي تفورو غادي نعسو غادي نزيدهم شويه الكمون ونشحرو في زويته ديليا المهم انتما معايا حتى تشوفوا كلشي ها هو غادي نرش عليهم شويه المليحه دابا كنديرو غير شويه د المليحه بحال هكا باش يتفورو ملي كنجيو نشحرو كنزيدو غير شويه د الزيت البلديه وشويه د الكمون بحال هكا ثوما حتى هي كنلوحها معاهم هكا براس كنلوحها بحال هكا براس والقزبر ها هو كنديرو بحال هكا القزبر غادي نقصو غير شويه ونخلطو معاهم وغنردو على البوطه ونديرو يتفور ها نتوما غندير الماء حتى يسخن بحال هكا البوطه كلشي كيعرف كيفاش يفور انا غنشارك معكم اليوم غدايا كلشي داكشي اللي غادي ندير اليوم اليوم عندي طاجين ديال الفرخ هذا نقصو نديرو هذا حتى يجي مزيان البرمه دابا عندي الطاجين ديال الفرخ غنشارك معكم الطويجن ديال الفرخ بمطيشه غير بالشط غير بمطيشه قطع دوار والشاموله والفرخ ما غنديرو فيه حتى شي حاجه كنشدو بحال هكا انتما قزبر والثومه وواحد الزبده حره قزبر وتصبر ومزيده حره غادي نشد الشرموله اللي كندير انا فيه كندير غير الكمون كمون وتحميره فلفل هذا بابريكا صافي كندير زيت شويه الكمون المليحه اللي دقات الثومه بشويه المليحه ما كنكثروش الملحه كنزيدو زبيده بلديه بحال هكا باش كنخلطو الشرموله هذا الشكل يبقى الزيت عادي دير الزيت عادي اللي معايا هذا الشكل كنشدو شويه الشرموله كنقصوها بحال هكا هاد المطيشه كنقول لكم بحال هكا باش يبان كلشي بحال هكا كنشدو شويه المليحه حيت ما فيهاش مليحه بحال هكا كنشرملو المطيشه بحال هكا كنقشروها خصو نقشروها ونقطع دواوة كنفرشوها من تحت بحال هاد الشكل عرفتي كي كيجي معلك هاد الطاجين ديال الفرخ على هاد الشكل كنديروا لا لا ما كنمرقوم حتى شي حاجه هي بهاد لاصوص ديال هذا ديال مطيشه هو باش كيطيب المهم كنشدو عاود الفرخ كنشرملوها بحال هكا كنسوسو في الشرموله نشوف داكشي واش باين بحال هكا كنسوسو هكا نشريو الفرخ غير من الفوق لو يقطعو لك بحال هكا غير الفوق كنديرو شويه داك التحت اللي كيكون مشوك كنشدو بحال هكا كنشرملوه بحال هكا صافي هكا نشربو كاين اللي كيديرو البصله والزبيب حتى هو كيجي زوين انا كيعزيز عليا بحال هكا بلاصه مطيشه كيجي حتى هو بنين غير مطيشه مشحر كيجي زوين بحال هكا ان شاء الله دابا نعاود نشاركو معكم ب البصله والزبيب حتى هو كيجي زوين بحال هذا الشكل هذا هاد لاصوص هاد الشاموله اللي شطتنا نديرها على هاد لاصوص مطيشه بحال هذا الشكل صافي كنشوفو هاد المطيشه هادي اللي بقات لينا بحال هكا المديله كنخويو عليها فيها بحال هكا صافي ونردوه يطيب صافي حتى كيتشحر حتى كيوكح عاد نوليو نحطوه ان شاء الله هانتوما معايا ان شاء الله غادي نشعلو صافي هانتوما كتشوفو غادي نشعلو نخليه يطيب شويه على حتى يوكح وحاجه وحده اللي بغيتو الطاجين ما يحترق ليكمش وما يلصق ليكمش ديما كديروا هاد الحديده هادي في التحت ديالو هاد الحديده ما كتخليش الطاجين يلصق مره كيبقى هو هو هانتوما معايا ان شاء الله حتى نرجع معكم هما هي الفول تشحر تفور معنا بالضبابه ديال البرمه الكسكاس
هما الصبور والثومة، هو غير غنشملهم، هو الطاجين ديال الفرخ، هو تشحر معنا جا زوين تبارك الله ما شهيتكم. صافي هانتوما معايا، تنوجد غير الشلاطة والشطون، غنقلي الشطون نوجد معاكم. هانتوما الشلاطة هي اللي بقات لي، غادي نغسلها ونديرها تسقطر، ندير معاكم الشلاطة. وانا ان شاء الله مع الغدا ديالي اللي شاركت معكم اليوم البنات، هانتوما الطاجين ديال الفرخ اللي وجدت معكم، اللي كيجي بهذا الشكل هذا. صدقوني كيجي بلا سموطيشه، كيجي مع الزيت بلديه والشامول. هانتوما شتوني كي درت، كيجي واعر. والفول اللي فورت معكم هو كيجيو على هذا الشكل هذا، الحامض والشطون والشليطه. انا شاركت معكم غدايا اليوم بالصحه والراحه. هانتوما ما تنساوش ابوني، حنا عارفين صحاب الطياب ما كيدخلوش، واخا كيدخلوا يتفرجوا ما كيديروش ابوني، دونك كيتفرجوا ما كيديروش ابوني، ما عرفت علاش. دابا اللي شاف هاد الوصفه هادي وعجباتو يدير ابوني، عاوني بابوني، وباقي ما جيتي ان شاء الله. ان شاء الله يلاه، السلام عليكم بالصحه والراحه.